سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم. محاور حصتنا اليوم ستنحصر في الوضعية الوبائية لكوفيد-19 التي تعرف منحا تصاعديا هذه الأيام. السلطات العليا في البلاد تؤكد على أنها عازمة على اقتناء لقاح ضد فيروس كورونا إن وجد، والمؤسسات الاستشفائية تسعى لإيجاد أسرة إضافية وأجهزة الأكسجين، لكن الوقاية والحذر هما السبيلان الوحيدان لكبح انتشار الفيروس والتغلب على هذا الوباء. وضعية أخرى نعيشها هذه الأثناء وهي الوباء المزدوج، فيروس كورونا الذي نتعايش معه منذ أشهر، و أيضا الفيروس الجديد الموسمي لإنفلونزا الموسمية من عائلة واحدة للفيروسات التنفسية. كيف يجب أن نتعامل مع هذه الوضعية حتى لا يكون هناك ارتباك، لا من حيث تعامل المواطن ولا من حيث تعامل مهني الصحة؟ هل لدينا كمية كافية للقاحات؟ من هي الفئة المعنية؟ هي أسئلة ضمن أخرى سنطرحها على ضيوفي الكرام. البروفيسور حجوج وهيبة، أهلا وسهلا بك. أنت مديرة عامة للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. أهلا وسهلا بك، مرحبا. البروفيسور درار فوزي، شكرا على الحضور، وأنت معروف لدى العام والخاص المدير العام لمعهد باستر. أهلا وسهلا بك. وسيكون معنا أيضا البروفيسور بوصوف نادير، وهو رئيس مصلحة أو قسم مكافحة الأوبئة بولاية قسنطينة. ضيوفي الكرام، الوضعية هذه الأيام للخاص والعام تشهد ارتفاع محسوس للأرقام، ضعنا في الصورة بروفيسور درار. يعني منذ وباء ظهور الوباء في الجزائر خصوصا، نعم، في فبراير كان صعود، يعني في الاول صعود بطيء للمنحنى تاع المرض الكوفيد هذا، بعدها كانت ارتفاع يعني سريع، وكان في شهر جويليا وان كان عندنا ذروه في شهر جويليا، ثم بدا في النزول وكان عندنا يعني أرقام جيدة في شهر سبتمبر مستقرة. ولكن التجربة اللي شفناها في البلدان الأخرى، نعم، أن لما تعود الحياة اليومية تدريجيا إلى ما عليها من قبل أكيد راح يكون فيها ارتفاع. الهدف هو السيطرة على الارتفاع الخفيف، ولكن شفنا في الأوائل في خصوصا في البلدان الأوروبية في أواخر في أكتوبر، وممكن جدا لهبوط درجات الحرارة كان فيه سرعة في الفيروس هذا في الانتشار. لكن اليوم في الجزائر عودة ظهور كان منتظر، جميع كنا ننتظره باللي راح يكون عاد ارتفاع، ولكن الذي كان غير منتظر هو السرعة في الانتشار خصوصا في الدول الأوروبية الجنوبية وخصوصا الوسطى وكذلك في الولايات المتحدة. نعم، كان السرعة في الانتشار، وهذه السرعة مازال ما شفناهاش، ولكن في الجزائر نشوفه خصوصا من ظهور أواخر أكتوبر خصوصا الأسبوع العشرة الأخيرة كان فيه صعود سريع شوية المنحنى تاع الكوفيد 19. نعم، ما رأناش في السيناريو، ولكن نحن نعود نتحدث في بعض. نعم، الحركة العادية للفيروس راح تكون في ارتفاع. في ارتفاع. إذن هل الحركة عادية؟ ممكن أن نرى الفيروس على الشاشة زملائي من فضلكم. هل هي يعني نتيجة طبيعية لحركة الفيروس والديناميكية تاعه، أم هو أصبح أكثر شراسة في التنقل، أم تلاشي قواعد الصحة من طرف المواطنين؟ فيما يخص الفيروس في حد ذاته، الفيروس ما عندوش تغيير لحد الآن، ما فيش تغيير طارئ كبير اللي راح يرجع الفيروس غير الفيروسات اللي كانت من قبل، فهو يعني عامة لم يتغير منذ ظهوره. فيه تغييرات خفيفة ولكن ليست تغييرات كبيرة بالنسبة للفيروس ممكن نتحدث عليها، ولكن كذلك بعض الناس ظنوا باللي خلاص قضينا على الفيروس نهائيا، وهذا يعني خطأ، لأن الإجراءات اللي كانت نصوا عليها كانت مازال لازم نقيدوها، مثل الكمامات، نعم، مثل التباعد،
ولكن هذا بعد أعطت نوع من الثقة زائدة للمواطن، وهذا تسبب في عودة الحالات زيادة على سرعة الانتشار، لأن قد ما درجة الحرارة تنخفض قد ما الفيروس هذا راح يصيب يحب البرودة، مناخ ملائم. لماذا؟ لأن في البرد الإنسان يدخل، عندنا احنا عادة أننا يكون البرد الإنسان يروح المناطق الدافئة، نعم، ويتجمعوا كامل، هذا جميع هذا راح تسمح الفيروس، يعني المناخ في الجو البارد هو الذي يتيح سرعة انتشاره، ليس ليس بطبيعة أو خصائص الفيروس. طيب، وكذلك خصوصا الدخول الاجتماعي، لأن الناس كان في عطلة، والدخول هذا أرجع التجمعات أكثر، والناس مثلا لعودة الخدمة، فبالتالي قد ما كما نكون احنا درجة قد ما يكون التواصل بين إنسان وإنسان والاحتكاك، قد ما احتمال سيان الفيروس يكون أعلى. كيف أنه شهر جويليار يعني شهر ساخن، يعني حار، جو حار، وعرفنا الذروة، عرفنا الذروة، ولكن بعدها عرفنا انحدار، لأن كانت وعي كذلك، لأن الناس لما كان ضغط عالي حست بالمرض أكثر، والمستشفيات كانت في حالة كذلك ضغط كبير، فبالتالي هذاك الوعي سمح باش الناس تتخذ إجراءات تقطع الطريق. وكذلك كنا في مرحلة حجر نسبي، وكان فيها كذلك العطل كثير ما كانش تعمل، فبالتالي هذه كانت تساعد على خفض المنحنى. ولكن الآن زيادة كمان الحرارة، زيادة على الرجوع الاجتماعي في المدارس في المعاملات، هذا راح يزيد أن الفيروس راح يلقى أسباب باش ينتقل بصفة أكبر. نعم، هل سنتصور، لأنه مثلا وزير الصحة الأمس قال أنه يمكن أن يكون المستقبل صعب، إحنا ما رناش نخوف المواطن، أن اليوم نهضروا بالدرجة اللغة البسيطة حتى يفهم المواطن، هل ننتظر وضعية أخطر من جويليا؟ مش ننتظر، لو نعرفوا المختصين في الأمراض المعدية وفي الأمراض الأوبئة والمختصين في علم الفيروسات يقول لك باللي الديناميكية تاع الفيروسات التنفسية الآن راح ترتفع، مش ممكن تنخفض، لأن الموسم الجاي موسم ملائم لانتقال الفيروسات التنفسية بما فيها هذا الكورونا فيروس، فبالتالي الناس تتحكم بعضها، يعني تحت الأماكن المغلقة، من بين العوامل هذه أن الإنسان يصبح أكثر كما نقولوا احنا التصاق ولا كونتاكت مع الناس الآخرين. زيادة قلت لك أن عدد كبير راح يرجعوا للعمل ويرجعوا للأثناء، فبالتالي هذه كلها حتى عمل زائدة، ولكن المناخ كذلك يلعب دور كبير جدا في هذا. لهذا نشوف الانتشار في كثير من البلدان، والانتشار راح يدوم، فبالتالي اليقظة تكون أكبر، لأن هذا هو السلاح الوحيد حاليا، لأن ما فيش إجراءات الوقاية باش نكسروا المنحنى تاع الفيروس. خفص حجوج، توافقين الرأي أن يعني الخبراء يقول لك هو منتظر ارتفاع الحالات، لكن المؤشر السلبي إن كنتم توافقونني هو توافد المرضى على المستشفيات، يعني عندما تصل المؤسسات الاستشفائية إلى حالة من التشبع، يعني تمتلئ المستشفيات، هنا المشكلة أيضا بروفيسور حجوج. نعم، هو بطبيعة الحال كل ما كان عدد الإصابات يزيد، كل ما كان عدد الطلبات على المواد الوقائية، نعم، الفردية، على المواد الصيدلانية، خاصة الأدوية، الأدوية اللي داخلة في البروتوكول تاع العلاج ضد الكوفيد 19، وعندك كوسي يزيد تاني طلب على الكواشف للتشخيص. نعم، هذه الثلاثة حسينا بها صح. مثلا بنسبة يعني بورسنتاج، يعني حتى يفهم المواطن انه انتم ايضا يعني المديرية الصيدلة في حالة تأهب لمواجهة الوضع، حتى الوزير الاول بروفيسور درار في لقاء الحكومي وضع مخطط استعجالي لمواجهة الوضعية، يعني تتكلموا على ضرورة توفير المستلزمات الصيدلانية. فعلا هي الوزارة الصحة كانت في تأهب في
منذ بداية الوباء منذ شهر فبراير. نعم. وهي تعمل باش ما يخص والو للمريض وباش المستشفيات الثانيه ما تعرفش مشاكل في اقتناء قاعد الحاجيات باش يقادوا المرضى وهذا المرض. كيفاش نقول لك، كاين اجراءات اتخذت منذ شهر فبراير وتتخذ بصفه منتظمه مستمره باش نقويو كاع المخزون تاعنا من الكواشف للتشخيص، من المواد الصيدلانيه، ومن ليكيبمون دو بروتيكسيون، ستادير المواد للوقايه الفرديه. نعم. وش راكو تعملوا اليوم؟ يعني هل اتصلتوا مع ممولين؟ ممكن يعني ارقام فيما يخص الاكسجين مثلا اللي يكثر عليها الطلب في الغرف الانعاش او في مصالح الانعاش، ويكثر عليه الحديث في عديد الولايات اليوم، وش قاعدين تعملوا لمواجهه هذه الوضعيه الظرف الصعب؟ لحد الان اسمحي لي باش نقول لك باللي من الاول دركا كيفاش نقول لك، خدينا ان بتيبو لابيتود، وعلى بالنا الطلبات على واش تكون. دونك حنا جهزنا نفسنا باش هكذاك ما نعاودوش نعيشوا الوضعيه اللي عشناها في الشهور الماضيه. نعم. مثلا دونك هذا الوقت، هذا الشهرين اللي عرفنا فيه استقرار في حالات الاصابات، الصيدليه المركزيه للمستشفيات معهد باستور ايغالمون قوه كاع دار كاع اتخذ الاجراءات عبر ابرام صفقات مع ممولين، خاصة مع ممولين مصانعين محليين. ودركا رانا في طور لي ليفريزون، رانا بدينا لي ليفريزون ورانا نقويو لي ستوك تاعنا من كاع هاد المواد، بس كيما قلت لك ما راهيش سي با اون سوربريز، ما راهيش مفاجأة. على بالنا واش لازم، وعلى بالنا واش يخص، وعلى بالنا واش لازم نديرو باش ما يخصش. نعم. ورانا كاع مجندين في هاد المواد الأولية، في يعني في صنع هذا مثلا المواد الوقائية، في نعم. في صنع مثلا الأدوية. الو حنا درك اليوم عندنا مصنعين بزاف جزائريين اللي يديروا اللي يصنعوا المواد الوقائية، وكاع المواد الأولية المستوردة عددهم حنا درك مع لا بي سي اش في الصيدلية المركزية للمستشفيات تمت إبرام صفقات مع 8 مصنعين محليين، وكاين أكثر منهم لصنع هذه الوسائل الوقائية الفردية. نعم. كالكمامات، لي بلوز، لي غان، كاع لي شارلوت، فتو ليكيبمون اللي لازم له الممارس الصحة باش يقابل المريض. نعم. باش هذاك باش يحمي نفسه. دونك هاد المصنعين عندهم تسهيلات عطات لهم تسهيلات في استيراد المادة الأولية باش هذاك يصنعوا ميم لو بري ستادير السعر تاعو ديناه على جانا سعر أقل بكثير بارابور ا سكون افي افون. واليوم اللي كانوا المؤسسات الاستشفائيه، انا المولو فيهم المؤسسه الاجتماعيه، الطالب دركا ما الدرك مازال ما بداش يكثر، مي دركا كي ولاو الاصابات هم يزيدوا يوم بعد يوم، اكيد ان الطلبات راح تزيد يوم بعد يوم. نعم. فيما يخص الاكسجين في ايضا، كيف الاكسجين هو ميديكامون، هو دواء. نعم. هو مسجل كدواء. ولحد الان واحد ما قالنا باللي عندنا ضغط ولا عندنا يكون في بعض الاحيان يكون طلبات رسميه، يعني حبيتي تقولي انه ما كاش مؤسسات استشفائيه تشتكي من نقص، تشتكي بصح ماشي باسكو ما كانش الاكسجين، تشتكي باسكو كاين خلل تقني في التجهيز المؤسسات الاستشفائيه داخل المؤسسه بالاجهزه اللي تستقبل الاكسجين. المهم هو ماشي على خاطرش ما كانش مادة الأكسجين كدواء.
دواء. في غالب الأحيان هو خلل تقني، خلل تقني محلي. محلي. وكاين يعني ممولين بخصوص هذه المادة الحيوية في الجزائر؟ بيان سور كاين مولين، كاع المولين تاع الاكسجين هو مصنعين في الجزائر، مصنع في الجزائر الاكسجين. يعني المواد كمواد يعني ليس فيها مشكل، ولكن المشكل حسب ما فهمت يعني في تجهيزات المؤسسات الاستشفائيه، لانه في اغلب الاحيان نشوفوا حتى بعض الولايات تستغيث، تستغيث يعني يقول لك احنا ما عندناش اجهزه الاكسجين، ما عندناش. صح ما عندهمش اجهزه الاكسجين، كيما دركا ما نقولش الولايه، ولايه اتصلت بوزاره الصحه باش قلنا ما عنديش اكسجين باسكو لا كوف ديالي الي با كونفورم، باسكو ما بدلتهاش في الوقت، باسكو الي بيرسي. فو فويي سي هذه هي المشاكل التقنيه. نعم. حنا قلنا له دركا لازم انت تعيط الممول ديالك المحلي تاع الاكسجين وتتفاهموا بيناتهم. نعم. ما نقدروش نروحوا اون فان انترفونير في كل فوالا يعني مي الاكسجين في حد ذاته ما في اي مشكل. نعم. لليوم لحد. نعم. اليوم بروفيسور حجوج يعني. نعم. اليوم بروفيسور درار رانا في حاله استعجاليه اليوم، من المفروض يعني كل المؤسسات الاستشفائيه كل يعني اللي جايين في سلسلة المنظومة الصحية تعبر عن انشغالاتها، يعني وش خصها النقائص حتى الكل يتجند. نشوفوا حتى في ولايات حتى ناس يعني تبرعوا بأجهزة، يعني الوضع اليوم يستدعي تضافر جهود الجميع. نحن طبعاً في حرب ضد الفيروس. طبعا نحن في حرب ضد الفيروس، احنا ما رناش في الوضعية العادية، مانيش في وضعية سيئة جدا، ولكن الوضعية تستدعي الآن خصوصا الآن باش يكونوا هاد الإجراءات ويكون تضافر الجهود كما قالت البروفيسور حجوج. هذا أمر يعني يشغل كميع الناس. نعم. على المستوى المحلي، مدير المستشفى، مدير الصحة، ما روش إلا على مستوى على لكن لازم. نعم. كامل نكونوا جاهزين لتحديد النقائص، تحديد النقائص والتنسيق والعمل التنسيق فيما بيننا، وكل واحد يقوم بعمل في. نعم. ذاته، ما ينتظرش ان الاخر يجي يحل المشكل ديالو. فيما يخص الكواشف قبل ان ننتقل الى. نعم. متابعه ربورتاج في الميدان. نعم. الكواشف ايضا السلطات العليا في البلاد اصرت على انه ستدعم مؤسساتكم حتى يكون البي سي ار يعمل بطريقه عاديه. بروفيسور طرا. نعم. في مجال البي سي ار احنا الان يعني نقولوا اللي تقدمنا جيدا، لان حد الان فيها حوالي 45 مركز تشخيص يعني عام عمومي، وفي حوالي 19 الى 20 حاليا تشخيص يعني كما نقولوا احنا خاص. هذا مهم جدا. مكسب. انا كانت من بين ارشادات رئيس الجمهوريه. نعم. فبالتالي فيه تغطيه نوعا ما في البي سي ار، ولكن يصروا بعض المشاكل. نعم. ولكن احنا لازم الناس على المستوى المحلي فيه يعني مخابر يعني عامه اللي هي تحت يعني مسؤوليه مدير المستشفى، وهادو بعض المشاكل داروا يعني ابرموا صفقات مع بعض الممولين تاع الكواشف، فبالتالي هذه راهي من بين كما نقولوا احنا التسيير المحلي. فبالتالي هذا التسيير المحلي في هذا الوضع اللي رانا فيه لازم نكونوا متيقنين بلي يمشي، ما نروحش نبرم صفقه ومن بعد الممول ما يجيبليش ونقول لك ما عطاونيش. لا، لازم نبرم صفقه. للأمانة بعض المستشفيات قالوا لي سالي بروفيسور درار فيما يخص. نعم. الكواشف. نعم. ما راهيش تلحقنا من معهد باستور. لا يعني مهم جدا هذا السؤال. احنا مثلا كاين مستشفيات ابرمت صفقات ما عندنا حتى مشكل معها، يعني تسير في حد ذاتها الصفقات مع بعض المنتجين ممولين. نعم. تاع الكواشف ما عندها حتى مشكل. بعض الاحيان فيه نقص، هنا يدخل المعهد، ولكن فيه بعض كما نقولوا المخابر يعني تنتظر دائما انها يجيها تشخيص من المعهد. هذا لا يمكن. هذه الان مثلا انت عندك ماكينه تاع البي سي ار، لازم على المستوى المحلي، لان نعاود نذكر باللي هذا المخبره وتحت المسؤوليه تاع مدير المستشفى. فعليه ان يكبر من الصفقه يتيقن باللي الكشف يلحق له. كي صراو مشاكل مثلا
الممول عنده ما كفاش الوقت اخر، هنا المعهد يدخل يعطي، يمكن يعطي الكواشف باش يسمح. ولكن من غير المعقول ان واحد اللي عنده ماكينه عنده في المستشفى ويستنى دائما انه يجيه مخبر بكواشف من جهه اخرى. لا، هذو هما المشاكل اللي لازم اللي ندربوا عليها حاليا، تحدد المسؤوليه باش نكونوا اقوى في المراحل القادمه. تريدين ان تضيفي شيء بروفيسور حجوج؟ كما قال البروفيسور ديغا، المستشفيات عندهم ميزانيه خاصه بها، الميزانيه هذه اللي خاصه بها باش يبرموا صفقات على الكواشف، على لي فيلم راديولوجيك، على لي ديسبوزيتيف ميديكو. هادو ما عندهم ميزانيه خاصه بهم، ما لازمش يستناو غير باستور باش يمد لهم، يقدر يمد لهم كي يكونوا مخصوصين. سي لو رول دو لا ريغولاسيون، سادير ان بوين كي خصهم يزيد لهم، ماشي هو اللي يمولهم بصفه مستمره ودائمه. نعم فعلا. اليوم الهدف بروفيسور درار، أين يمكن أن نمضي في عدد البيسيار الفحوصات في اليوم مثلا؟ هي في الحقيقة بالنسبة للبيسيار قد ما نشخصه قد ما أحسن، هذه ما فيهاش نقاش. في اليوم بعد قرارات السلطات راح نصعدوا فيه كذلك حد في الطوارئ، كانت ماكينة تحت الحق المعهد عندها قدرة في تشخيص عالية، هذه في الأيام غضون هذه الأيام تكون في المعهد. ماكينات عديدة، ولكن كاين نعم ماكينات عديدة، ماكينات للمعهد اللي تسمح بتشخيص عدد أكبر في نفس الوقت. نعم، هذه حتى تسمح في تطوير. شحال من ماكينة؟ احنا في الحالية ننتظر في ثلاث ماكينات، الأولها يعني فيه إجراءات بقدرة شحال يعني تكون عندها قدرة الكشف يعني مثلا؟ فيه ماكينات مثلا تقدر تتشخص 1500 إلى 2000 في اليوم وحدها، فبالتالي هذا إجراء معتبر زيادة على ما هو موجود حاليا. فيه كذلك خواص عندهم ماكينات كذلك تشخص لا بأس به. هي كما قالت البروفيسور حاج مسألة يعني تنسيق. نعم، ريغولاسيون. ولكن المهم اللي لازم نفهموه أن سياسة التشخيص لا تعتمد إلا على العدد، سياسة التشخيص كذلك مرتبطة جدا في إطار استراتيجية، مرتبطة جدا. مثلا أعطيك مثال، أنا كل ما نشخص بالبي سي آر لازم في المستشفى كذلك الأولوية تكون الأشخاص اللي عندهم أعراض، الأشخاص عندهم مزمنة. أنا لما مثلا نقدر ندير عدد كبير بي سي آر ولكن العدد كبير هذا يروح اللي ما عندهمش مثلا أعراض، هذا ما راهوش داخل في سياسة التلقيح. درك تشوف أن هناك تبذير نوعا ما في استعمال بعض الأحيان. كاين مثلا شفنا في المستشفيات واحد مثلا عنده في الحي نصيبوا عنده أعراض، نصيبوا عنده الكوفيد مؤكد، تصيب مثلا الحي جميع يجي المستشفى. والمستشفى يدير الحي. هذا غير الوبائي بروفيسور. نعم، يقولوا أنه سوجي كونتاكت يعني واحد عنده الأعراض وبي سي آر بوزيتيف حتى يفهم المواطن إيجابي، من بين البروتوكولات والتوصيات يقول لك السوجي كونتاكت يعني الأشخاص اللي معاهم يعملوا لهم البي سي آر. ونشوفوا باللي بعض يعني الناس تقول لك باستور يرفض ذلك يعني. لا، احنا مثلا في الاول لما بدينا كانت بتحقيقات هذيك الابيديميولوجيه، ولكن بعض الاحيان شفنا تجاوزات كبيره. نعم، ان مثلا احنا مثلا في المعهد في اطار استراتيجيه تاع الصحه، اننا الهدف تاعنا هو الاول وهذا هدف تاع المنظمه العالميه للصحه هم الاشخاص اللي عندهم الاعراض، لان هما اللي يعديه. نعم، الشخص اللي يعديه هو اكيد هو الهدف الاول، ومن بعد يجوا الاشخاص اللي عديه، الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه هادو كذلك لان خطيره، امراض الانعاش هادو المهمه الاولى. ولكن في بعض الاحيان خصوصا في المراحل الاخيره بعض الناس تشك في روحها تجي، وبعض الاحيان تشك تروح المستشفى يدير عينات ويبعثهم المعهد. المعهد في باستور يعني كما نقولوا احنا مختصين في العمايه من الفيروسات وفي اطباء وصيادله، عندنا الحق في اننا نديروا كما نقول لك دي فيلتر باش ماشي اي من دا يجي، لان ما يوليش تسير تنسيق كامل. فبالتالي لازم يكون عندنا نظره على من اي حيثيات هذه البيسيار. نعم، وهذا في بعض الاحيان
كاين مستشفيات تقول لك مثلا ما عند باسور ما داش ولا ما عند باسور ما داش، ولكن لازم نشوفوا في الناس اللي لازم يديرون بي سي ولا لا. نعم. هذا هو اولويات يعني. وكما تحدثت بروفيسور ان مكافحه الكوفيد يعتمد على استراتيجيه، والوقايه عماد اساسي في هذه الاستراتيجيه، ولكن كما قلتم قبل الحين ان هناك تلاشي عند اغلبيه المواطنين للاسف الذين يعتبرون حلقه مهمه في مكافحة الكوفيد. الزميل رمضان عبد الرزاق تجول في أحد أسواق الجزائر وعاد بهذا الروبورتاج. هنا بسوق حي 8 ماي 45 بباب الزوار كأنك في عالم آخر، لا شيء يشير أننا نعيش في زمن كورونا، فلا أقنعة وقية ولا التزاما بالتباعد الجسدي. أوكل من جيتكم أوكل أكم تشوفوا بعينكم شير وقلة 30 50 40 من الناس سيب واحد عند البافات باش انت يكون 20 ميل بار جو غير البافات ما كان ما يقدر لهاش خو. ها هنا البافات بصح علاش ماكش دايرها؟ مانيش دايرها، راني نشرب في قهوة. أنا كي نعود نتقهوى ما نديرش بافات. قلت لها هزي البافات تاعك وأنا باه نهز البافات تاعي نسيتها في الدار. أغرب ما في الأمر التناقض الذي لمسناه لدى البعض، وعي بخطورة الأمر وغياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية. باين أن يخمم ما كاش لي ما هوش يخمم بس الشعب ما هوش واعي يا أخو، سما ماشي غير الماش ديرة الشعب تاعنا ما هوش واعي 100%. أخو نلبس على كل حال دوك شوية كده يدول غاشي نلبس عيا بس كل مرة دالة بانا بلي ويزيد وكده باين عندي البابي بصاي في الجيب يقول انت ماشي موف نديرة قالك لي موف حافي عمرو ما يلبس صباط. كورونا التي تواصل حصد المزيد من الأرواح وإرهاق الأجساد، الحد من انتشارها بسيط، التزام الجميع بالتدابير الوقائية. التزام الجميع بالتدابير الوقائية، واليوم من دايما نقولها رانا فوق سفينة واحدة، كل واحد فينا عنده مسؤولية، واليوم يعني إن شاء الله تفهمونا الرسالة توصل، نتكلموا بالدرجة نتكلموا باللغة البسيطة حتى تفهموا وش راهو صاري وحتى تتفهموا نخرج منها إن شاء الله بأقل الأضرار. مناعة القطع أو لوميتي دو تروبو اللي هي يعني نسبة الإصابة بروفيسور درار فهم المواطن، يعتمد عليها الكثير من خبراء في الصحة، يقول لك هي كمخرج من الأزمة الصحية، ولكن اليوم وين رانا في مناعة القطيع؟ لا الآن ما نتحدثوش عن مناعة القطيع، لأن نشوف أو نسبة في الإصابة في الأوائل في شهر مارس كانت اعتمدتها، ولكن في بعدها تسبب في كثير من حالات الوفيات. كثير من الدول قالت لك خلي يعني يروح الفيروس وهذا يصيب آخر، غلطت في حساباتها. عدد الإصابات اليومية وعدد الوفيات اليومية أكيد هذا غير معقول أن نتبعوا سياسة كهذه. والآن احنا رانا في كما قلنا في طور، الآن رانا في المرحلة النهائية لاستغلال نتائج التحقيق اللي درناه بالنسبة لأفراد الصحة. راح نشوفوا باللي فيه يعني نسبة كما نقولوا احنا للعدد طوض انفيكسيون معتبر، وهذا ما تقدرش حال بروفيسور مازال لحد الان في الاول كان في حوالي 7 ولكن مازال ماشي نهائي. هذا يدل على ان يعني لازم يكون الانسان واعي جدا ان ممكن فيه تكون نسبه عاليه. نعم. ونسبه الاصابه اصابه الكوفيد يعني بين الجزائريين، تكلمت قبل قليل فرنسا لحقت 20%. لا يعني هذاك مهم جدا، يعني نسبة لو نحكموا عدد الناس التي تم تشخيصها يعني اللي درنا لها عينات بالأنف، نسبة العدد الإيجابي يعني النسبة اللي كونفيرمي كما احنا نقول كوفيد حاليا في الجزائر آخر هو 16%، و 16% هذه نسبة عالية جدا، لأن ما يعني معناتها قريب الربع تاع الناس اللي درناهم عينة وما عندهم الكوفيد، وهذا مازال ما دخلناش في ما راناش في ذروه، يعني رانا في اسفل المنحنى تصاعدي. فبالتالي لو نواصلوا على هذه الوتيره راح تكون عندنا نسبه عاليه، هذا يعني ان الفيروس راح يكون في انتشار شاسع وسريع جدا. وزياده على الامر الثاني الاهم اننا عندنا تضاعف في الحالات في 15 يوم، يعني كل 15 يوم الاعداد تضاعف. لو نواصلوا على هذه الوتيره مثلا ويتبقى الفيروس يمشي في نسبه عاليه
في الاعداد تاع الامراض راح يتضاعف في اقل من 15 سنه، يعني في كل اسبوع يتضاعف، ونزيدوا لو نزيدوا نخليوا الامور هكذا في ثلث ايام يزيد الضعف، وهنا تولي الحاله غير معقوله. الحاله غير معقوله من حيث توافد المرضى على المؤسسات الاستشفائيه. وهذا احنا شفنا في التجارب الاوروبيه الامريكيه، ان في الاوائل يكون العدد يصعد، ومن بعدها في 10-15 يوم الموالية عدد التوافد على المستشفى يزيد، وبعد 10 أيام يزيد التوافد على غرف الإنعاش. لهذا إذا حبينا نقصوا في غرف الإنعاش ونقصوا في المستشفيات لازم نعملوا على نقص المنحنى في الحالات البسيطة، وهذا لأن كيف؟ الحالات البسيطة هي اللي تتطور. وكيف يكون هذا؟ هذا قلت لك في كسر انتشار الفيروس يكون باتباع تباعد وباتباع الكمامات الوقائية، خصوصا التباعد، لأن مهم جدا نتبع كمامات الوقائية، لأن كثير من الناس تقول لك أنا واعي ولكن ينسى المنزل. احنا الآن حاليا باش تكون عندك نظرة، أغلبية الحالات حالات عائلية. نعم. لأن لما نشوفوا عائلة في واحد ونشوف بعد شخص نصيبوا العائلة كلها عندها حالات، حتى أنه كاين حالات، يعني التلفزيون الجزائري بث العديد من الروبورتاجات، كانت حالات في ولائم، في حفلات، في حفلات حتى في بعض الولايات، يعني في جنائز. نعم طبعاً، يعني حتى الآن نشوفوا في حالات أن مثلا في ناس تسيت كما نقول إحنا تستعمل وسائل غير قانونية، وهذا هو الخطير. أنا نقول لك بصفة مباشرة، لو هذا الصور اللي شفناها الان في التلفزه لو تتواصل هكذا راح نروحوا الكارثه. كيفاش تشوف فيها بروفيسور الصور اللي شفناها؟ بالطبع كما قال الاستاذ الدرار، ماشي باش نخلعوا الناس، لا احنا دائما ماشي باش نخلعوا الناس، الشفافيه حتى نفهموا الوضع، حتى كل واحد. حبيت نقول لك ماشي باش نخلعوا الناس، مي نقدروا نتجنبوا هذه الوضعيه اللي هو يقول عليها باشياء سهله هي ثلاثه سهله كما نحسبوا 1-2-3: الكمامة، التباعد الجسدي، والغسل اليدين. هذه ما فيهاش سي با كومبليكي، ماشي حاجة واعرة، ماشي حاجة واعرة ورخيصة وما تسقامش. صحيح. شوفي ما بالك يكونوا دوكا العدد الإصابات يزيدوا والعدد تاع المرضى اللي توافدوا للسبيطارات يزيدوا والعدد اللي يروحوا اللي يدخلوا داخل حالة الإنعاش يزيد، وعدد إصابات لدى ممارسي الصحة يعني، والوفيات أيضا ترحموا عليهم يعني، والمشوار مازال طويل. لما يكون عدد هائل من المريض يجي على المستشفى، الضغط على الشخص اللي راه يداوي فيهم يكون اكبر، فبالتالي النسبه تاعو باش كيما نقولوا حنا يتعرض للمرض يزيد أكثر. فبالتالي هذا كذلك منتظر، بس للان ما عندناش لقاح مضاد كونتر الكورونا، دونك هذا ممارس الصحه هو ثاني راهو ديكسبوزي او ريسك. نعم، ممكن نشوفوا صوره لدخول هذا الفيروس اللعين الى نسيج جسم الانسان. من فضلك بعلام لبادي، اذا بروفيسور درار، هذه صوره حصريه. لما يكون الفيروس يعني كما نقولوا يدخل في الخليه، مثل ما يدخل في خليه جسم الانسان، لما نشوفوا على اليسار نشوفوا الخلايا في صحه جيده، كانها خلايا تاع اللي تكون في الخلايا في الجهاز التنفسي، ولكن هذه خلايا في المخبر. ولما يدخل الفيروس نشوفه على الجهة اليمنى أنه يدمر كامل الخلايا، فيحدث تدمير للخلايا التنفسية، والتدمير ما يعبر عنه بالأعراض. وفي بعض الأحيان هذا التدمير يدخل في الخلايا العميقة في الجهاز التنفسي، ما يتسبب بالالتهاب الرئوي الحاد اللي نعرفه، وعامة هذا هو اللي يقود إلى الإنعاش. وكما تتدمر جميع الخلايا التنفسية ما يبقاش الأكسجين، فبالتالي علينا نعطي الأكسجين للمريض باش نعوضوا نرومبلاسيو الأكسجين اللي ما ينتقلش مليح للجهاز التنفسي لأن الخلايا مدمرة. يعني هي كارثة كبيرة يعملها الفيروس على جسم الإنسان. طبعا كبيرة، الآن بمزيد من التقدم نشوف أشياء أخرى، مثلا أن وقوع جلطات دموية تتراكم في الجسم لبعض الأشخاص اللي عندهم الكوفيد، فبالتالي نستعملوا كما قالت بعض لي زونتيكواغولون باش نقاوموا هذه الجلطات اللي تؤدي إلى الوفاة
لو ما يكونش كما نقولوا تشخيصها في الوقت. نعم، ولأن بعض الولايات أيضا تتصدر قائمة الإصابات، ننتقل من استوديو العاصمة إلى مدينة قسنطينة، مدينة العلم، أين يتواجد البروفيسور بوسوف نادير وهو رئيس قسم الأمراض الوبائية. أهلا وسهلا بروفيسور. أهلا، مساء الخير أستاذة وهبة، ضيوف الكرام، الشعب الجزائري من خلال التلفزيون الجزائري. شكرا، مرحبا بك بروفيسور. ماذا يحدث في قسنطينة؟ هل الوباء يعني أخذ منحا تصاعديا؟ والأمس فقط يعني قلت لي على رقم أو إحصاء، يعني انتابني الخوف والحسرة. نعم وهبة، قسنطينة لا تختلف على الجزائر، هذا الوضع كان متوقع أواخر أكتوبر بداية نوفمبر، لأنه من حيث الموسم نعرفه بلي موسم الزكام الموسمي، نعرفه بلي هذا الفترة هذه هي تحرك تاع المجتمع كافة من خلال الدخول الاجتماعي، الدخول الجامعي، الدخول المدرسي، المهني، شفنا تحركات كبيرة، كاين تجمعات كبيرة أيضا. لهذا الوضع كان متوقع، ورانا في نقدر نقول ورانا كما كنا في أواخر جويلية ديبو أوت، رانا في ظروف 600 حالة، فوق 600 حالة. فيما يخص مدينة قسنطينة، كان عندنا اجتماع البارح في الولاية مع الوالي، مع اللجنة الأمنية، شيء مخيف رانا فيه، دونك خايفين من تفاقم الوضع الوبائي. لهذا اضطر الوالي ليجمع اللجنة الأمنية مع مختلف القطاعات منها خاصة الصحة، وإصدار تعليمات باش نكونوا في الواجهة ونمدوا اللازم باش نكونوا كما يقول الآخر متأهبين، الوضع اللي يكون نكونوا معاه ونتخذوا خدمة الصحة. هذه مش غير قطاع الصحة اللي هنا، راهو جميع القطاعات، يعني ممكن الغلق المحلي، الحجر المحلي ممكن. يعني نعطيك رقم برك، رقم البارح هضر عليه مدير الصحه، وهو اننا بين 1 و4 نوفمبر كانت عندنا 81 حاله اصابه مؤكده، ما يعادل 62% من الاصابات المسجله في شهر اكتوبر. هذا يدل على ان الوضع عدد الحالات راهي في تصاعد، في منحنى تصاعدي. نعم، ولازم نتخذوا الاجراءات باش ما تكونش هناك ضغط سورتو على المصالح الصحيه، مصالح الصحيه، وما يكونش هناك ساتوراسيون بارابور. رغم ان ذلك رانا في وضع وين الاسره نقدر نقول لك راهي قريب، راهي كامل محكومه. لا تقدر الخير ان هذا الوباء عشنا معه صافي لو نافيا موا، وهكاك ما الشعب الجزائري ما خداش الدروس والوعي الكافي والعبر باش يتصدى. وقلنا في اول الجائحه بان الحاله الوحيده اللي نقدروا نتصداو لها لهذه الجائحه وهي الوقايه، ما عندناش حاجه اخرى. نعم. الوقايه ما كانش الوقاح، هناك ثيرابوتيك سيمتوماتيك، راهي دواء للاعراض برك، مي تبقى الوقايه هي الحاجه، هي السبيل، هي السلاح الاوحد بروفيسور، السلاح الاوحد باش نخرجوا من هذه الازمه. ولا كانت لازمه الظروف، لكل وضع استثنائي هناك قرارات استثنائيه، مش راح نكون احنا خير على الدول المتقدمه. الدول المتقدمه اللي راهي في 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 الحجر، عادت الحجر، بريطانيا كاينه، بريطانيا، ايطاليا، نعم. دونك لازمنا احنا الوضع كما يكون معاه. قلنا للشعب الجزائري هذا باش يكون وعي، مستوى الوعي تاعو يكون كبير، ويكون يقدر يتصدى الامور هذه بوضع كمامه. هذا المكان بوضع صحيح. كمامه صحيح. ان شاء الله سنقطع الطريق، نعم، ما تجتمعوش، وهذه هي يعني هذا هو السبيل الأوحد، حتى قلت على غرار كل دول العالم بروفيسور. شكرا لك بروفيسور بوسوف نادير، كنت معنا من قسنطينة. إذن الوعي هو، وشفت بروفيسور درار
15.2 عطاها يعني رقم مخيف، يعني في 4 أيام 62% ما سجل في شهر أكتوبر. يعني قلت لك فيه صعود سريع لانتشار تاع الفيروس، ولهذا نقول أن الوضع يعني نقولش خطير ولكن قد يؤدي إلى خطورة كبيرة لو الوعي لا يعود إلى الجميع. نعم، حتى أنه كانت احنا كنا مواطنين فالكل لازم كان الوعي بأن الوضعية الإبيدوميولوجية خطيرة، والوضعية هذه تستلزم أن الجميع يتجند، خصوصا لما كما شفنا الصور الأولى، هذه صور تقدر تؤدي إلى كارثة حقيقية، إلى هلاك. نعم، وحتى أنه كانت ولايات سالمة نوعا ما، ولكن هذه الأيام كان ولايات يعني التحقت بركب الكوفيد مثلا. هذا غير غريب، الديناميكية تاع الفيروسات التنفسية التي تشتدي كما قلوا تعدي عن طريق الهواء، السرعة تاعها ستزداد، لهذا الوضعية الإبيديمولوجية ستتطور في الأيام القادمة في منحنى تصاعدي، هذه لا ريب فيها. يعني ما نجمش فيروس اللي يطلع في هذا ضد مش ما نعرفه على علم الفيروسات ولا علم الأمراض المعدية، يأتي كأمواج كموجة، لأن كاين عدد كبير جدا من الأشخاص في الأشهر الفارطة ما تعرضوش للفيروس كورونا، فهذو الأشخاص اللي راح يتعرضوا الآن عددهم كبير جدا، فبالتالي نسبة العدوى ترتفع لأن العدد كبير، فهذه ترتفع لي حتى تزيد قيس الأشخاص، حتى تزيد قيس الفيروس أشخاص اللي ما كانتش مريضة من قبل لما تعرضتش للفيروس كورونا. طيب، هذا ما يسمح بالقول بأن الفيروس يمشي تفشى بطريقة سريعة. لذلك مزيد من الحذر، وندعوكم والمشاهدين الكرام كي نرحل إلى ولاية جيجل. الزميلة سهام موسى رزوق زارت مستشفى جيجل وعادت بهذا الروبوت. غياب وعي بعض المواطنين يؤدي حتما إلى تضاعف في ارتفاع حالات الإصابات بفيروس الكورونا. كاميرات تلفزيون انتقلت ليلا إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى، والمشهد كما تلاحظون طوابير من المصابين. وقعتي تسني بزاف هنايا عندي هذاك بزاف ملي جيت على فوتو شوف الناس كيفاش كتسوفرت بصح بلي لوكسوجين ما كانش كيعود لا كونسوماسيون الي تري غروند دونك اون ا يوتيليزي بوكو دوكسيجين على لوبيتال دونك 120 مالاد 130 مالاد باسكو كاين اوسي لي مالاد كي سون با كوفيد لي بلوك اوبيراتوار كي ترافاي اكسيتيرا دونك كي تنكس شويه لا بريسيون يبدا سينيالي حنا في الانعاش بار اكزومبل كي سينيالي لي زاباراي اون برون دي زوبي عندنا دي زوبي دو ريزيرف نبرونشيهم سور اوبي لو طون كو لو que la que le camion arrive pour approvisionner la citerne. Donc, là, les décès ne sont pas dus au manque d'oxygène. Ils sont dus à la gravité de la maladie. Si ça continue, disons, dans cette volée, si on va avoir encore beaucoup, beaucoup d'autres malades, on risque d'avoir besoin de faire une extension du service de réanimation. Et pour cela, il nous faut des respirateurs, des seringues électriques et des moniteurs de surveillance. الأطقم الصحية على مستوى المستشفى تجابه المرض، فهم في مرمى نيران الوباء. اليوم عندنا 11 حالة بين طبيب وممرض، 5 أطباء طبيبات و 6 ممرضين، وهذا العدد راح يأثر علينا سلبيا. سي بور سا Je m'adresse à la population. Aidez-nous en limitant la propagation de cette maladie. حاجة المنزلي مش محترم. تلقى المريض عارف بلي هو حامل الفيروس ويتنقل في الأسواق، يروح لعند الحلاق، يروح عند ليبيسري اكوتي، يروح منه ومنه وما يعلنش على المرض تاعه، يخفيه، وبالتالي هذا يكون خطورة. الطبيب يتليفوني لي يقول لي عمي ما تخرجش من دارك، ما تخرجش، وانا خرجت نجلس الخبز هنا وندخل، وانما هنايا كنشوف هم ما كاينش لا ديسيبلين، كياكلها في البوست، كياكلها بارتو، الماسك، ما تمشيوش، ما تخدموش لهنايا، انا كي نلعب بولا بطلت البولا، ما نروحش نلعب، بول افوار وربي يكون خير ان شاء الله. سجلنا منذ بدايه الوباء الى يومنا 2518 حاله ايجابيه. فيها طبعا اللي تسمى
فيها العديد من اللي تمثلوا للشفاء، الأغلبية تمثلت للشفاء. ارتداء الكمامات واحترام المسافات احتياطات يجب اتخاذها لتجنب الفيروس الفتاك. رسالة تحز في النفس بروفيسور درار. طبعا احنا يعني هذا وضع اللي كما شفنا في الصورة الأولى ونشوف الضغط هذا، والضغط هذا للأسف راح يزيد، لأن الوضعية كما قلت لك الفيروس هذا راح يزيد في الانتشار، فبالتالي المنتظر يزيد، لأن لازم نروح الآن إلى وضعية أين يجب أن نحد من نسبة انتقال الأشخاص، لأن الشخص كما قال تفضل الأخ الآن إنسان يقدر يكون مريض ويتنقل في أي هو في أي جهة، يروح للهواء يروح المكان، وهذا هو الخطورة لما يكون الفيروس موجود نسبة عالية في العوام. لازم الناس نفهموا الآن لازم الانتقال للحاجة، اللي عنده حاجة للضرورة للضرورة، أما واحد اللي مثلا ما عنده حتى ضرورة للعمل تاعه من العمل تاعه للبيت، هذا راح ينقص من الحدة تاع انتشار. ولكن لما الأشخاص يقعدوا يجتمعوا يقعدوا يمشوا واحد يروح منا واحد يروح منا، هذا أكيد والولائم لا ننتظر أن الفيروس راح ينقص من سرعة في الظروف هذه. وحن ممكن نصيبوا هذه الصور في كل المؤسسات الاستشفائية ممكن. طب لا هذا مهم يعني شفنا في لا بالنسبة تكلمنا على الأكسجين تكلمنا على الأرغفة الإعشاء، هذه ما هيش يعني حاجة غير في الجزائر. لما تشوفي الدول الأخرى في حال طوارئ صحية حتى لحقنا في بعض غرف الإنعاش أن أصبحنا نخيروا شكون اللي نعطيه الأكسجين شكون ما نعطيه، هذه ضرب قاسي. خصوصا في ولاية جيجة اللي عملوا البيسيخ، طبعا المعهد يعني كما نقولوا احنا اعتمدنا مخبر في ولاية جيجل من طرف أخصائيين في قسنطينة، وهذه إن شاء الله من بين الأشياء اللي لازم تكون كثيرة. نعم، تكلم على توسيع المؤسسات الاستشفائية، إضافة أسر جديدة، أجهزة جديدة، وهذا كنا يعني ما نتمناوش نلحقوا له. بروفيسور حجوج، اليوم هل ترافقون هذه يعني الحاجات الاحتياجات في الواقع؟ بالطبع هي كاين مرافعه كما قلت لك قبيله، قلت لك باللي كنا عارفين باللي رانا رايحين يجي فصل الخريف ونكونوا في هاد كنا في وضعيه تكون كما قال وين لو فيروس عنده ظروف ملائمه باش يمشي بسرعه. زيديها مع الناس اللي ما تحترمش وسائل الوقايه، كنا ننتظروا باش يكون هاد التصاعد في عدد الحالات. دونك الامكانيات نعاود نقول لك تاع الاكسجين كاينين، كيكونوا لي اكستنسيون نديروهم كيكونوا عدد الاصابات زادوا، دونك عدد المرضى اللي توافدوا على المستشفيات يزيدوا. دونك واش يديروا في المستشفيات؟ عندهم مجلس علمي يتاقلم مع الوضعيه، يتكيف مع الوضعيه اللي تكون في السبيطار، ويوجد روحه في على 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 جميع الوجهات، في لي زابروفيزيونمون في التمويل، في المواد الصيدلانيه والاخرى، وثاني في عدد الاسره وفي الاكسجين. نعم. وفي لي انستالاسيون تاع الاكسجين، باسكو ماشي ديري الاكسجين من غير لازمك دي انستالاسيون، كل سرير عنده اون انستالاسيون دوكسيجين. دونك بلوس الناس راهي تجي توافد على السبيطار، بلو المستشفى يتأقلم على الوضعية ويدير الاكستنسيون هادية. حتى نمر إلى محور آخر وهو لقاحات الأنفلونزا الموسمية. كلفوني باش نطرح لك بروفيسور درار أطفال مع الأولياء تاعهم، نسميهم إيناس صوفي وأحمد وكذلك نسيم وسمية وكاتيا يحياوي وميديلا زياني. قال لك احنا رانا نروحوا المدرسه ونقراو ونرجعوا للبيت، كيفاش نحموا يعني الجده الجد الاخرين بروفيسور درار؟ اطفال واعيين يعني. طبعا شك بين الوعي العام، ولكن خصوصا في المدارس، لان كانت فتح المدارس البروتوكول فيه بروتوكول صحي وملائم المدارس الذي يجب كما نقولوا احنا اتباع بالحذافير، لان نعرفه في من بين المعطيات العلمية أن الأطفال من بين ناقلين للفيروسات، حتى وإن كانت نسبة التعرض للمرض خطيرة والوفيات قليلة عند الأطفال، ولكن الأطفال ينقلوا الفيروس كذلك
بصفة عالية للكبار. فبالتالي الطفل كذلك يجب أن يضع الكم الوقائية في بروتوكول صحي، ولو عنده مثلا أشخاص عندهم أمراض مزمنة للجدة لازم يدير كذلك كم وقائية في المنزل إذا كان عنده سبب كما نقول لك إذا كان مثلا خائف. ولكن هذه من بين الإجراءات التي يجب ما نقبلوش ما نسلموش ما نعنقوش من هذا مفروغ منه. نعاودوا نذكروا دائما خصوصا الوجبات والمواعيد العائلية، هذيك يجب يعني يجب حاليا التخلي عنها. إذا كان واحد يمجم يقعد يكون وحده وكل مثلا يأكل وحده ولا يأكل في شخصين ثلاثة أحسن رفقاً. كل ما كان العدد تاع الأشخاص الموجودين عالي كل ما كانت الخطورة أكبر. نعم، إذن رفقا بكبار السن وبالمرضى. ننظر إلى حيوان الأليف الذي صنع الحدث هذه الأيام الأخيرة بروفيسور درار، وهو حيوان المنك. إذا ممكن نشوفه مثلا، دولة الدنمارك قضت على 17 مليون من هذا النوع والفصيلة. ما حكاية هذا الحيوان الذي لا يوجد في الجزائر؟ الحمد لله. يعني هو بصفة عامة مختصرة، التقارير العلمية بينت خصوصا الأوائل في الولايات المتحدة أن مثلا الكلب ممكن يتعرض للكورونا فيروس، ممكن يعدي اللي عند مول كما نقولوا احنا مول الكلب. وكذلك كانت فيه حالات من الكورونا في حديقة الحيوانات في بالنسبة للسرطان فيلا كما نقولوا احنا السبع ولا التيك اللي تعرض. فبالتالي تعرض الحيوان للكورونا فيروس ونقله الكورونا فيروس للإنسان يعني منشور معروف علميا لكن ليس بوتيرة عالية. الآن في الدنمارك وكذلك في إسبانيا نعم، كان بعض كما نقولوا احنا المربين تاع هذو الفيروس تعرضوا لحالات الكوفيد، وهذه الحالات الكوفيد المصدر تاعهم فيروس تاع الكورونا فيروس اللي نشوفوه اللي وجدوه كذلك عند هذا الحيوان اللي هو المينك، وهو مشابه للفيروس اللي تعرضوا له اللي تعملوا في المعامل هذيك ولا في هذيك الناحيه وين موجود هذا مركز التربيه. الشيء اللي كان يعني كما نقول احنا المخيف ان هذا الفيروس عنده تغير في الجين تاعو اللي يصبحوا غير قابل للتلقيح. يعني التلقيح اللي هو موجود حاليا لو يتفشى هذا الفيروس في العالم، التلقيح اللي راهو الآن في على المستوى التجارب يصبح غير فعال ضد هذا الفيروس. فبالتالي وتشكر الحكومة الدنماركية حتى على لسان الوزير الأول قامت يعني بقتل جميع هذا تضحية جميع هذا الفيروس حوالي نظن 17 مليون. نعم. وكذلك المهم جدا أن في الدنمارك هذا هو المرجع الاقتصادي الثاني وضحوا به لأنه في وضحوا به يعني. لأن الوضع خطير لو يكون. فبالتالي تم قتل هذا الحيوان وتم عزل المنطقة بالكلية لمنع الانتشار. ماذا فعلت الكورونا بالإنسان وبالحيوان؟ يعني حيوان مثل هذا يعني في قفص الاتهام طبعاً. حتى وبخصوص التلقيح المضاد للكوفيد 19 للسلطات العليا في البلاد يعني عازم على اقتنائه، أين هو اليوم؟ شوف يعني تم كان ارشادات رئيس الجمهورية وكذلك كان في اجتماعات مع الوزير الأول أين كان فيه توصيات، وكما قالوا الجزائر إن شاء الله تكون من السباقة لما يكون التلقيح موجود. ولكن نقول لك الحد حاليا التركيز على الوقاية لازم يكون على الوقاية. طيب. لأن التلقيح ما زال وقته. طيب ننتقل إلى محور آخر وهو الوضع الحالي للوباء المزدوج يعني الكوفيد 19، وزاد لنا يعني الفيروس الموسمي من نفس العائلة. الجزائر لحد الآن اقتنت اللقاحات كم من جرعة؟ احنا عندنا برنامج يعني تلقي 1,800,000 تلقيح. لحد الآن تلقينا أكثر من 1,200,000 والتي تم يعني توزيعها، وفي الأسبوع هذا يتم تلقي جميع ما كان مفترض من طلبيات وتم يعني تدريجيا
تزويد بعض المستشفيات وبعض بعض يعني الصيدليات الخاصة بهذا التلقيح، وتدريجيا راح يكون طلب مكتمل. طلع السعر تاعها بروفيسور حجوج، وكذلك فيما يخص تعويض، يعني قبل ايام كنا سمعنا بعض الصيادلات تقول انه ما راهيش غومبورس، يعني ماشي معوضه. بالفعل كانت هناك منشورات صحفية منذ يومين أو ثلاثة ويقولوا باللي هذا الفاكسان ما راحش يتعوض. هذا شيء خطأ، الفاكسان راح يتعوض كما العوام اللي فاتوا كيف صح. هو غالي هذا العام، راهو حوالي 1350 دينار. شرينا هذا العام avec beaucoup de négociations، كانت هناك مفاوضات ما كانش سهل. جبنا الفاكسا هذا العام كوادريفالون. كوادريفالون يكوفر يحمي اكثر، يحمي اكثر المواطن. وجبناه بسعر قريب كيما لو تريفالون تاع العام اللي فات. دونك هذا العام اقتنينا فاكسا كوادريفالون بنوعيه احسن وبالسعر احسن، سعر برسك كيف كيما تاع العام اللي فات. وراح يكون معوض لمن لاي فئه؟ كاع اللي عندهم لا كارت شيفا. نعم، اللي عندهم كاع لا كارت شيفا. الو عندك زوج طرق، باش كاين الطريق للمواطن يروح يلقح روحه، يروح يدير لقاح كونتر لا غريب. نعم. في لي زو بي اس بي وين كاين كيفاش يسموهم الجواريه في مصالح. نعم. الاستشفيه الجواريه. هذا باطل، ما يخلص والو، يروح يديرو. وهذا ما كان عنده طريقه واحده اخرى، يروح بلا كارت شيفا تاعو، يمدها بوصفه طبيه تاع لا غريب، يعطيوها له الصيدلي بلا ما يخلص والو، عنده 100% معوضه. نعم. وبخص مثلا يعني الاشخاص اللي يعانوا من السمنه، نعرفوا انه يعني لي دوني او المعطيات العلميه تقول انه اللي عندهم السمنه المفرطه معرضين. اذا هل هما معنيين بالتلقيح؟ طبعا كاين يعني انستركسيون التلقيح تاع وزاره الصحه اللي فيه جميع الاشخاص التي يجب تلقيحها بصفه، يعني اللي هما يعتبروا ان لو يتعرضوا للانفلونزا تقدر تكلف لهم دخول المستشفى او الانعاش او الوفاه. هادو هما مذكورين، هما الأشخاص اللي عندهم المرأة الحامل مثلا. نعم. اللي هي رقم واحد في توصيات الوزارة المنظمة العامة للصحة، في الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عنده أمراض قلبية، اللي عنده أمراض جهاز تنفسي الرب، وهذه كلها من وجودها هي اللي لازم تلقيحها أول بأولوية زيادة على سلك طبي، لان حاليا انا نشوفه يمرضوا. لو يمرضوا بالانفلونزا في هذا الوقت راح يتسبب بطريقه غير مباشره في عدم وجود اللي يتكفل بالاشخاص كوفيد في المستشفيات. هل تلقيح انفلونزا اليوم في وضع كوفيد 19 يعني اكثر اهميه من ذي قبل ام لا؟ هو الأهمية تاعه أهمية غير مباشرة، يعني أهمية تاعه تخفيض الضغط على المستشفى، لأن يعني شفنا كان ضغط على بالأشخاص اللي عندهم كوفيد، فما بالك لو يكون توافد أشخاص اللي عندهم إنفلونزا، فالوضعية تكون خطيرة. فبالتالي الأشخاص اللي الخطورة تاعهم خطورة الإنفلونزا تكون عندهم عالية، هادو ضروري يتلقحوا باش ما يروحوش للمستشفيات، لأن الشخص اللي عنده أمراض قلبي. نعم. ولا مرض مزمن ولا عنده سكري مثلا، لو يتعرض للإنفلونزا أكيد راح يتسبب في اضطراب، يروح المستشفى. نعم. وكي يروح المستشفى راح يزيد. نعم. يولي مع الأشخاص اللي عندهم كوفيد، فالتلقيح هاد الأشخاص اللي عندهم أمراض راح يسمح بتخفيض في الضغط على المستشفى، لهذا هو الأهم الآن. وهل ممكن أنه الإنسان يصاب بالكوفيد والأنفلونزا؟ إحنا ما نخلعوش ما نخوفوش المواطن، ولكن أسئلة يطرحها المواطن. طبعا مهم جدا أننا نعرف أن الكوفيد غير الأنفلونزا. عائلة تاع الكوفيد عائلة تاع فيروسات تنفسية وحدها، والأنفلونزا عندها عائلة تاع فيروسات تنفسية أخرى. لهذا الفاكسان اللي ضد الانفلونزا ما يحميش ضد الكوفيد، لا يحمي ضد. نعم. الكوفيد. ولكن الانسان اللي هو مريض مثلا بالكوفيد ممكن جدا في المرحله الوبائيه تاع الانفلونزا يتعرض للانفلونزا الموسميه كذلك. ماذا سيحدث؟ ممكن خطوره اكبر
ممثل نسبية، هذا يعني علميا مازال ما عندناش دراسة. وكيف يعني اليوم نفس الأعراض عندها، نفس تقريبا نفس الأعراض أنفلونزا؟ ممكن نفس الأعراض. كيف يعني حتى ما يكونش ارتباك حتى عند المواطن وما يروحش يزيد يعني يعمر المستشفيات لهذا قلنا الآن بالنسبة لوباء عالمي كما هذا بانديمي، الأولوية تعطى الكوفيد. لما يكون عنده إنسان أعراض خطيرة كما نقول أعراض تنفسية الحمى، الحالة الأولى هي الكوفيد، لأن الأنفلونزا عند الناس اللي ما عندهمش الأعراض تاع اللي ما عندهمش الأمراض مزمنة ما يكلفش كثير، لأن الإنسان كي مرض بلا غريب ينعزل في المنزل ما يروحش للعمل تاعو، الأنفلونزا ما تسببش في ضرر. عكس عند الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة اللي ذكرناهم، هذوك الإنفلونزا تكون كما نقولك تقدر تكون. وبديتوا تسجلوا حالات مثلا في حالات الإنفلونزا الموسمية لحد الآن؟ يعني بدينا نشخصوا بعض الحالات اللي خرجت كما نقولوا احنا ماشي كوفيد في المخبر، لحد الآن درنا سينا في الإنفلونزا مازال، ولكن هذا عادي لأن لما في السنوات الماضية من خلال مراقبة الإنفلونزا النسق التصاعد تاع الانفلونزا يبدا في بين في الاسبوع الثالث تاع ديسمبر. المرحله الوبائيه تبدا تصعد في هذيك المرحله، وبالتالي اليوم لازم حتى الاطباء والممارسين في الصحه يكونوا يعني متكونين يعني طبعاً. حتى يواجهوا هذا الارتباك حتى طبعاً. ما تكونش خلط بين هذا هو مهم. لهذا نقولوا للتلقيح الان، لان الانسان خصوصا الأشخاص هادو اللي عندهم اللي ذكرناهم أمراض مزمنة واللي موجودين في السلك الطبي ضروري يتلقح الآن، لأن بالتلقيح الآن لازم نحسبه 15 يوم باش ولا ثلث أسابيع باش المضادات الحيوية تكون في الجسم حامية. نعم بروفيسور درار، سألوني أيضا المواطنين قال لك يعني أنا يا عندي الأعراض تاع لا غريب سيزونيا أو الأنفلونزا الموسمية، وممكن حتى في التحاليل يغلطوا، هل هناك يعني احتمالية أن يكون خطأ؟ هذا سؤال المواطنين بين الكشف عن لا غريب سيزونيير يعني الأنفلونزا الموسمية والكوفيد 19. شوف بصفة يعني مختصرة، كما احنا نديرو كما نقولوا احنا نسميو لامبرينت جينيتيك باش الناس تعرف كامل شنو لامبرينت جينيتيك. الفيروس تاع الأنفلونزا عنده لامبرينت جينيتيك تاعو، والفيروس الكوفيد عنده لامبرينت جينيتيك تاعو. لما نروحوا للمخبر نستعملوا الكشف اللي يحل لامبرينت جينيتيك تاع الانفلونزا، نستعملوا اللي يحل لامبرينت جينيتيك تاع الكوفيد، فبالتالي الخطأ غير ممكن، مستحيل لان ما نجمش نروح نشخص مثلا بروفيسور حجوج ونصيبها امزه، مستحيل لان الجين تاعك غير الجين الاخر. بطاقه التعريف تاعهم جميع الفيروسات عندها بطاقة تعريف جينية تاعها، فبالتالي لا يمكن الخطأ بين الانفلونزا نعم. أو الكوفيد. قبل أن نمر إلى دكتور محمد إدير مشنا، لأن اليوم أول جمعة إن شاء الله تكون جمعة مباركة علينا جميعا، هل لدينا العدد الكافي للقاحات اليوم؟ بعض البلدان زادت في طلبياتها سيما الوضع الحالي، هل اليوم كاين بلدان كثيرة زادت في التلقيح؟ ولكن صار سوء فهم، أن الناس ظنت في بعض البلدان أن لما نتلقح بالكوفيد راح نقابل انفلونزا راح نحمي ضد الكوفيد، وهذا خطأ من ناحية التواصل، فبالتالي سبب في عدم وجود كمية هائلة من الانفلونزا الموسمية، وخصوصا تسبب في عدم إعطاء لقاح تاع الانفلونزا الموسمية للأشخاص المعوزين، لأن لهذا أدت بعض البلدان اللي حدثت لها المشاكل أصبحت دير تعطي الانفلونزا إلا على الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، لأن شافوا بكثير من الناس اللي ما عندهمش امراض كما الامراض القلبيه ولا ما عندهم حتى شيء نعم. وتوافدوا وخداوا اللقاح ضد الانفلونزا ظنا منهم باللي يحمي ضد الكوفيد. هذا ما لازمش نوقعوا في هذا الخطا. الانفلونزا نعم. هو يتجه لشنو؟ الفاكسان تاع لا غريب، يعرفوه الناس فاكسان تاع لا غريب، سي لا بوبولاسيون فولنيرابل. شكون بوبولاسيون فولنيرابل؟ اللي عندهم 65 سنه
وما فوق اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة وخطيرة، عندهم اللي عندهم لي كانسير، اللي عندهم ضعف في المناعة. نعم. اللي عندهم أمراض هاد الأطفال نقدروا نلقحوهم. عندك تاني ما يكونوش كتر ب 65 سنة، قلب 65 عندهم ولا عندهم أمراض اللي قلتهم دركا، هادوك لانديكاسيون، يعني لانديكاسيون دو سو فير فاكسيني. نعم. ماشي كاع الناس. نعم. هادي فئة محددة في أي بلد. وستتوصل حملة التطعيم حتى إلى غاية مارس أفريل. بعد احنا نلقحوا بس كما نقولوا احنا حملات، ولكن هذا لا يمنع ان الشخص اللي عنده مثلا يتلقح في اي. نعم. وقت، لان مدة الصلاحية تاعهم تروح حتى لشهر مايو. ولا عنده الكوفيد، مريض الكوفيد وحاب يتلقح ومعني بالتطعيم. نعم. هل يجب ان هذا يعني بقاعدة عامة لما الانسان يكون مريض ينتظر الشفاء باش يتلقح ضد الانفلونزا. نعم. معنا اذا الدكتور محمد ادير المشنان، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير لك وكل الضيوف تاعك الكرام والمشاهدين جميعا. شكرا لك، انت عضو في اللجنه الوطنيه للفتوى. اليوم اعيدت اذا فتح بيوت الله لاستقبال المصلين لصلاه الجمعه، كيف تمت هذه الصلاه يعني باحترام قواعد الصحه؟ شكرا، تحيه مجدده. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا بعد أكثر من 7 أشهر أعيدت المساجد لاستقبال المصلين يوم الجمعة. طبعا هذا بعد الفتح التدريجي الأول للمساجد في الصلوات الخمس. طبعا مش كل مساجد الجمهورية، ولكن المساجد اللي نقدروا نطبق فيها الإجراءات، وهي المساجد اللي تتسع أكثر من 1000 مصلي. كان هذا طبعا بالتنسيق مع السلطات المحلية والسادة ولاة الجمهورية بطبيعة الحال. احنا لاحظنا في لجنة المتابعة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنه المسجد كان ربما من أكثر المؤسسات اللي التزمت بقواعد الإجراءات الوقائية خلال الصلوات الخمس، خلال هذا الفتح التدريجي للمساجد. ثم أنه المواطنين، لجنة الفتوى، الناس كامل نصلي صلاة الجمعة، ثم الآن فيها إعادة الحياة، يعني الحياة تستعيد أنفاسها، لأنه العالم كله يقول لك ما نقدروش نواصلوا في الحجر الكلي هذا، فتفاصيل الحياة ينبغي أن تسترجع. فجاءت الجمعة بعد التنسيق بين أعضاء لجنة الفتوى من جهة مع السلطات في الوزارة، أيضا بعد التنسيق بين اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الطبية لمتابعة ورصد وباء كورونا، جائحة كورونا، بعد طبعا استئذان السلطات الجزائرية في الحكومة الجزائرية، فجاء القرار بإعادة فتح الجمعة ابتداء من هذه الجمعة. وجاء البيان الأول من طرف لجنة الفتوى، ثم البيان الثاني يصدر من الإدارة المركزية قبل يومين وكذا، من أجل، وكان طبعا فيه تعليمة لكل مديري الشؤون الدينية والأوقاف في الولايات وإلى السادة الأئمة والقائمين على المساجد من أجل التحضير لهذا اليوم. والحمد لله يعني مضبوطة، يعني صلاة مضبوطة، يعني حتى أن الوقت حدد. دكتور مشنان، نعم، كان فيه يعني بيان مفصل، وتلك الإجراءات الطبية طبعا الشيء اللي قالوه الفقهاء تاعنا والعلماء تاعنا أخذ بعين الاعتبار، والشيء اللي قالوه الأطباء في من خلال اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا أيضا أخذ بعين الاعتبار. استشيرت مجموعة من الأطراف اللي تقدر تفيدنا في هذا الموضوع، والحمد لله الآن كاين لجنة متابعة تابعة العملية. الأصداء التي تصل إلى الآن تقول بأنه فعلا كان فيه انضباط إلى حد كبير جدا، احترمت المسافات، الناس جات بالأقنعة الواقية، يعني كل واحد جاب بالسجادة تاعو، الناس صلات في المسجد أو الساحات المتصلة بالمسجد، يعني الساحات على الجامع من أجل تفادي الصلاة في الطرقات، لأنه هذا يقدر يسبب لنا كذا، واستغلت كل الفضاء تاع المسجد. فالحمد لله، ولكن هذه التقارير تجي تباعا متابعة مستمرة.
متابعة مستمرة، ومن هذه المتابعة نقدر نعرف ما هي الإيجابيات ونواصلوا فيها، ما هي السلبيات ونتفادوها. وفيه عملية تحسيسية كبيرة كانت مرافقة لهذه العملية للمواطنين وكذلك للمجتمع المدني للمحسنين اللي دعموا. ونصيحتك يعني قبل أن يعني نكمل الاتصال، نصيحتك للمواطنين اليوم، تكلمنا مع ضيوف الكرام، المؤسسات الاستشفائية اليوم راهي تمتلئ دكتور، وش هي يعني النصيحة التي يعتمدها أيضا ديننا الحنيف في ما يخص يعني محاربة هذا الوباء وحماية الآخرين من هذا الفيروس؟ والله هو الشيء اللي قلناه من البيان الأول إلى البيان 24 تاع لجنة الفتوى، دائما فيه تأكيد على احترام هذه الإجراءات الوقائية، لأنه الآن تقريبا هو الشيء اللي في يدينا. كنا نتحدث على اللقاح كذا، من اللقاح الآن العلم ما هو يبحث، ولكن مازال ما هوش متوفر هذا الشيء، ولكن الوقاية راهي متوفرة عندنا لأن هذا الشيء نملكه. مع هذا الازدياد في عدد الإصابات في هذا الأسبوع الأخير، معناها مزيد من الحذر، مزيد من الحيطة، ومسؤولية مسؤولية يتحملها لكل فرد، فردية ومسؤولية جماعية. وديننا القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي يعتبر أن التعدي على نفس واحدة كأنها جريمة ضد الإنسانية، وأن إنقاذ نفس واحدة كأنها حماية للبشرية جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكننا نقول من خلال المسجد، أنا أرجو من الكثير من المؤسسات تاع المجتمع، لأن المسجد هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع، أنهم فعلا يمكن أن يكون المسجد قاطرة وقدوة لكل المؤسسات في في احترام هذه الإجراءات وفي تعزيزها وفي تطويرها من أجل حماية الإنسان، ونحمي بعضنا بعض إن شاء الله في جزائرنا التي لا نحب لها ولمواطنيها إن شاء الله. شكرا الخير. شكرا لك دكتور محمد إدير مشنان، ونتمنى أن لا تبخلوا عنا بدعواتكم حتى يرفع علينا الله البلاء. شكرا لك دكتور، لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، نختم بكلمة بروفيسور ضرر. إن شاء الله يعني يكون بعد الحصة وعي كبير، لأن الوضع شبه خطير، لأنه قد يؤدي إلى خطورة كبيرة، فبالتالي يجب يكون الوعي الجماعي كلنا على مستوى أعلى إلى أدنى، لازم كامل على جميع المستويات يكون صحيح. يعني وعي تام لتسمح بتجاوز هذا الوباء إن شاء الله بأقل الأضرار. بروفيسور حجوج شكرا لك. لا يسلمك، حنا نتمنى الناس يتحلوا باليقظة، يقظة باش هكذاك نتفاداو باش ما يكونوش الإصابات إصابات كثيرة. نعم شكرا لك بروفيسور حجوج وهيبة، المديرة العامة لصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة. بروفيسور ضرر شكرا لك. كان معنا من قسنطينة البروفيسور بوسوف وهو رئيس مصلحة الطب الوقائي، ومحمد يدير مشنان عضو في اللجنة الوطنية للفتوى. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه الحصة، المخرج والي أمال سكريبت وبعلام لابادي وكل الفرقة التقنية للاستوديو رقم 7. تهلاو في صحتهم في صحتكم وتهلاو في بعضكم، نقولها لكم بالدرجة، إن شاء الله وفقنا في أن تكون الرسالة قد وصلت. حذر ثمن ون تزمر ثمن غليث، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، دمتم سالمين.